الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسول الله الأمين على آله وصحبه أجمعين. الإخوة الكرام جميعا والأهل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك للعروسين وأن يبارك عليهما وأن يجمع بينهما على خير وأن يملأ بيتهما رضا ورزقا وعافية وذرية صالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وإن شاء الله ما نطيل على الناس، والشيخ أحمد جزاه الله خير ما قصر، وكثرة الكلام ينسي بعضه بعضا. أولا يشكر العبد ربه على جميع النعم ومنها هذه النعمة. قال الله جل وعلا ممتنا على العباد: ومن آياته، أي من الدلائل على كمال قدرته واستحقاقه للعبادة، أن خلق لكم من أنفسكم، فلم يجعل الله عز وجل ما يسكن إليه الرجل وما تسكن إليه المرأة من الشياطين أو من الملائكة، فإن هذا لا يحصل به السكن. فقال الله جل وعلا: أن جعل لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها، وجعل بينكم مودة ورحمة، إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. ناس لهم عقول وألباب، ينظروا إلى هذه النعم فيستدلوا بها على أن الله جل وعلا هو الخالق لهذا الكون، المالك لهذا الكون، المستحق للعبادة لا يستحقها سواه. عشان كده ربنا عز وجل قال في الآية القبلية: ومن آياته أن خلقكم من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ربنا خلقنا، أي آدم عليه السلام أصلنا، من تراب ثم إذا أنتم بشر تنتشرون. ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها. فيشكر العبد ربه على هذه النعمة العظيمة. والشكر يا أخواننا زي ما قالوا العلماء، أول حاجة الاعتراف بالقلب وذكرها باللسان واستخدامها في طاعة الله عز وجل. وقد دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم مرة على أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها في حجرتها، فوجد كسرة ملقاة على الأرض فأخذها عليه الصلاة والسلام، ثم شمها، ثم نفض منها الغبار، ثم أكلها، ثم قال: يا عائشة، أحسني جوار نعم الله عليك، فإنها قلما نفرت من قوم فكادت ترجع إليهم. الشكر يا أخواننا، الإنسان يشكر الله جل وعلا ربه تبارك وتعالى على هذه النعمة العظيمة التي امتن الله عز وجل بها عليه، ويحمد الله جل وعلا ويثني بها على ربه تبارك وتعالى، أن جعل له ما يكون سببا في الطاعة والاستقامة على الخير والدين. فإن كثيرا من الناس يريدون السبيل الحق والسبيل الصحيح ولكن لا يجدون ذلك، فتحمد الله جل وعلا وتشكره على هذه النعمة العظيمة. كذلك يا أخواننا، من الأمور التي نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونزيد فيها في كلام الأخلاق، حيث قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه، فالخلق من الدين، ولكن خصه النبي صلى الله عليه وسلم بالذكر لأنه سبب للألفة وللاستمتاع بهذه الزوجية
بين الزوجين، فيكون الزوج سهلا، يكون طيبا، يكون متغافلا عن الأخطاء. ما لم تبلغ هذه الأخطاء حد الشريعة، تكون إنسان سهل وبسيط مع أهلك وتتجاوز عن الأخطاء، كما قال لك رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن المرأة خلقت من ضلع أعوج، وإن أعوج ما في الضلع أعلى، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها، وإن تركتها أو قال استمتعت بها استمتعت بها على عوج. فخلق التغافل يا أخواننا مطلوب في الحياة الزوجية، يتغافلان أحدهما عن أخطاء الآخر. والأدلة في ذلك كثيرة، ولولا إطالة المقام لذكرنا حديثا وحديث عظيم وعجيب، وهو مذكور في باب عشرة النساء في البخاري ومسلم وغيره. وشيخ أحمد قبل شوية قال أنت ممكن تجي تعبان والمرأة تذكر لك مواضيع وتتكلم معاك كلام طويل والوقت ليس مناسبا، وقدوتك في ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث كان مع ما أمره الله به من المهام الجسيمة العظيمة كان يستمع إلى أهله وينصت إليهم ويحبب نفسه إلى أهله. عائشة رضي الله عنها حكت للنبي صلى الله عليه وسلم مجلس بتاع نساء 11 مرة اجتمعا، وقالوا يفتوا زي ما بقولوا السودانيين الأخبار حقت أزواج وما يخلن حاجة. 10 نساء النبي صلى الله عليه وسلم سمع كلها، وال 11 نمرة 11 يعني بعد ما أكرمه ونقل مما كانت فيه من ضنك العيش، ويعني ملأها من الحلي الدنيوية، ثم وجد امرأة أخرى فطلق هذه الزوجة وهي 11، وتزوج الأخرى فكانت تذكر الأخير 11 كانت تذكره بالخير. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأمنا عائشة: كنت لك كأبي زرع لأم زرع. حديث طويل. الأولى قالت: زوجي لحم جمل غث فوق رأس جبل، لا سهل فينتقى ولا سمين فينتقل. يعني قالت راجلة ده زي اللحم التعبان قاعد له في رأس جبل وعر، للحم كويس عشان تستحمل الصعود إلى ذلك الجبل، ولا الجبل سهل عشان تمشي للحم، أرادت أنه صعب. والثانية قالت: زوجي إن أذكره لا أذره، إني أخاف أن أذكر إن أذكره أن لا أترك عجره وبجره. والثالثة قالت إلى أن جاءت السابعة وقالت: زوجي عياياء غياياء طباقاء، كل داء له داء، شجك أو فلك أو جمع كلا لك. يعني قالت ما عنده أخلاق، ويعني ما بتقابل، وإذا المرأة كترت معه كلام شجكي، الشجد بيكون في الرأس، أو فلكي، العلماء قالوا الفل زي ما قال الشاعر: لهن فلول من قراع الكتائب، ده اللي بيضرب في الجسم، أو جمع كل لك، أو طقاكي في الرأس وفي جسمي. وفي واحدة تاني قالت: أنا قالت زوجي العشنق، إن أنطق أطلق وإن أسكت أعلق. يعني قالت هزول دلاها ساي زي ما بقوله. المهم عائشة رضي الله عنها الحديث طويل نقلت الكلام، والنبي عليه الصلاة والسلام استمع إليها، ثم قال لها في أبي زرع الذي قالت 11: زوجي أبو زرع. وما أبو زرع؟ أناس من حلي أذنية. الإناسة إنه الأضان دي تدل لتحت، يعني ملاح القان تاع الذهب. وملأ من شحم عضدية، يعني بقيت سمينة. قال: وبجحني، يعني دللني
حتى بجحت إلي نفسي. قال وجدني في أهل غنيمة بشقي. أنا كنت أهلين أزغنم فقرانين تعبانين شق محل في الجبل. قال فجعلني في أهل دائس ومنقي، ناس بتاعين إبل وقروش وملاني. بعد ذاك وصفت أم زرع، وما أم زرع قالت يعني عكومها رداح، و و و و ووصفت ابنة أبي زرع قالت ملء كسائها وغيظ جارتها. وابن أبي زرع وما ابن أبي زرع قال 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 مرقده كمسل شطبة، يعني ضعيف. والعرب زمان كان الزول الراجل السمين ما بشكره كثير. المهم لغاية ما وصفت الجارية ذاته قالت جارية أبي زرع وما جارية أبي زرع، قال لا تنقل لا تبث حديثنا تبثيثا، ولا تملأ بيتنا تعشيشا، ولا تنقث طعامنا تنقيثا. يعني قالت أول حاجة البيت بتنظفه دي الجارية، يعني شوف الراجل ده ريحها كيف، ولا يعني الأكل بتشتته، ولا بتنقل الكلام لبر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لعائشة، وجاء في بعض الروايات كما قال ابن حجر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول ذلك لعائشة وأمامها جمع من النسوة، فعشرت النساء. والإنسان يا أخواننا ما يتخيل أن هذه البيوت المغلقة إنما تعيش في خير ورخاء وسعادة. الراجل ما يقول يا أخي عندك بمرق لنا جلابته نظيفة وغداه جاهز وبيته مكنس وأولاده نظيفين، والمرة تقول الأولاد جابوا الرجال جابوا وفعلوا، فإن ذلك من وخز الشيطان الذي يفسد به البيوت. ولكن بالكلمة الطيبة والتوجيه الحسن وتخير الأوقات المناسبة فإن ذلك مما يحسن العشرة بين الزوجين. وكذلك أخواننا أن يعلم الزوج زوجته أمور الدين، لأن الإنسان خاصة في هذا الزمان يخرج في الصباح الباكر ويخرج بعد هدأة الليل، فلا يربي أبناءك إلا زوجتك، فإن كانت لها معرفة بالدين ومعرفة بالأحكام وبالشرائع قام أبناؤك على ذلك متأدبين مصلين قائمين حافظين للمعروف بعيدين عن المنكر، سمعتهم طيبة وأخلاقهم رفيعة. وأما إن كانت غير ذلك فلا تسأل عن الضياع ولا تسأل عن سوء الأخلاق. ولذلك يا أخواننا العلم والتعليم مهم جدا. كذلك ألا تنقل أخبار البيوت، ولا يفتح الباب لناس خارج البيت إنه يتدخلوا في البيوت، لا أخوك لا أخوه لا أبوك ولا أبوه. ويشرع للإنسان، وهذه سنة متبعة عند السلف، أنه إذا دخل على زوجته قبل كل شيء أن يدخل فيتوضأ فيصليان، فتصلي المرأة خلفه ثم يدعو بخير ثم يمسك بناصيتها ويقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما فيها وخير ما جبلت عليه، وأعوذ بك من شرها وشر ما فيها وشر ما جبلت عليه، ثم يبين لها ما يحب ويبين لها ما تكره. ده بيبقى عندك زي المنهج، تقول لها بنت الحلال لو اختلفنا في حاجة القرآن والسنة، ونحن بيناتنا أنا لو زعلت أنت زي ما بقولوا هديني شوية، وأنت لو زعلتي أنا هدي شوية، وهكذا تذكر لها الأمور التي تحبها وهي تذكر لك الأمور التي تحبها، وتذكر لها من تحب أن يدخل عليك ومن لا تحب أن لا يدخل عليك تبين له، فإن ذلك يكون أوقع في النفوس ويكون هنالك التعامل الحسن. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا الزواج مباركا، ونسأل الله جل وعلا أن يزوج لشباب المسلمين وأن يسترهم وأن يجنبهم الفتن والمشاكل، ونسأل الله عز وجل أن يحفظهم من الشرور، وإنه ولي ذلك والقادر عليه. وبارك الله فيكم وجزاكم الله خير.